للوقوف أكثر على تطورات المشهد في درعا في ظل دخول الحليف الروسي على خط النظام في سوريا على خط محاولات تهجيرها لدرعا وما آلت ذلك على المنطقة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري السوري العميد عبد الله الأسعد. سيادة العميد أهلا بك. بداية وتحت عنوان أزفت ساعة درعا، كتبت الصحفية ماريانا بلينكايا في صحيفة كوميرسانت الروسية أن جهود روسيا لمنع تطهير محافظة درعا من قبل جيش النظام تتسارع وتيرتها. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أو تجد أن ما يروج له مقبول في ظل تماهي الروس مع نظام الأسد؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني في البداية تحية إجلال وأكبر لثوار درعا وأهالي درعا المحاصرين، حوالي 50,000 مدني محاصرين بالدبابات والمدفعية والهاون. نحن اليوم أمام تاريخ يعيد نفسه كما في الثمانينات عندما دمر حافظ الأسد وأخيه رفعت الأسد مدينة حماة من قبل سرايا الدفاع بالمدفعية والراجمات الصواريخ والدبابات، وقلب حماة رأسنا على عقب، وقال رفعت الأسد لعناصر سرايا الدفاع: حماة مباحة لكم بنسائها وذهبها ومصاغها وبيوتها وكل ما فيها، لكم ادخلوا حماة وهي لكم مباحة. اليوم نفس الموضوع يكرر التاريخ نفسه مقابل حافظ الأسد وأخيه رفعت. لدينا المجرمين بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد بقوام الفرقة الرابعة التي كانت هي سرايا الدفاع، اليوم تعاد الكرة نفسها بتدمير درعا كما دمرت حماة. نعم. طبعا الروسي متماهي كما تفضلتم وشاهد عيان، وهو الذي يقود العمليات، وهو الذي يقود العمليات ورئيس غرفة العمليات الضابط الروسي من أصل شيشاني أسد الله، طبعا على تواصل دائما مع القناة المركزية في حميميم، ويأخذ تعليماته من الروس، وهو ليس ضامن وإنما هو طبعا منسق للأنشطة، لأنه كان يهدد أهل درعا إذا لم تقبلوا بشروط النظام. هي ليست مفاوضات وليست مصالحة، إذا لم تقبلوا بشروط النظام سنسلط عليكم أنخنازير الشيعة من حزب اللات ومن الحشد الشيعي القزر ومن العناصر الفرقة الرابعة التي أصبح حوالي 60% منهم مجنسين من الزينبيون والفاطميون وحزب اللات والعراقيون. لكن في المقابل سيادة العميد، في المقابل، ألا ترى أن حضور إيران من خلال ميليشياتها والحرس الثوري الخاص بها، ألا ترى أنه يمكن أن يشكل دافعا لروسيا حتى تتقدم خطوة من أجل وقف هذا التمدد، وبالتالي يقود ربما إلى نتيجة وهي وقف نزيف الدم في درعا مثلا؟ هل هذا وارد ويمكن الحدوث؟ هذا سيدي غير وارد يعني نهائيا، لأن هناك اتفاق أمريكي روسي إسرائيلي على وجود إيران في المنطقة. تحت الطاولة إيران هي البديل عن السكان السنة من أهالي درعا في الجنوب السوري، كما حمت حزب الله، كما حمى الحدود الشمالية لإسرائيل في الجليل على مدى أعوام طويلة. هو اليوم يراد منه أن يقوم بحماية حدود إسرائيل بديلا عن حافظ الأسد وبشار الأسد في الجولان السوري المحتل. ما تراه وما تسمعه في الإعلام هو عبارة عن بروباغندا إعلامية فقط. قصفت إسرائيل هنا وقصفت هناك في الأراضي السورية، ما هو إلا تدريب للطيارين الإسرائيليين، تدريب ليلي ونهاري على أهداف وعلى بنك أهداف مخطط سابقا. الآن جريمة ومجزرة وإبادة جماعية لأهل درعا، وما يجري الآن من قصف بقذائف المدفعية وقذائف الدبات والهاون هو أخطر من الاقتحام. يعني هم لا يريدون أن يقتحموا، هم يوميا منذ أن بدأت الحملة حتى الآن لا تهدأ قذائف الدبابات ولا قذائف المدفعية ولا الهاون ولا راجمات صواريخ. الآن يريدون من درعا أن تكون مدمرة كما قلت لك، كما هي حماة، هي حرب انتقام، حملة انتقام ضد هذه المدينة التي حطمت تمثال حافظ الأسد أمام مبنى المحافظة ودمرت المستوطنات النصيرية لهذا الجيش الطائفي في درعا، وانتقام لأنهم لم يقبلوا بأن تأتي صناديق الاقتراع إلى درعا من أجل أن ينتخبوا هذا الوريث القاصر بشار الأسد
الذي دمر البلاد. إلى سؤال آخر الآن، يعني الصمود الأسطوري الذي يخوضه أهالي درعا في هذه الأثناء يقابل بقصف شرس وعنيف من النظام، الذي أيضا يعني روج لدعوات يدعو من خلالها الجهات المحسوبة على الثورة للخروج من مدينة درعا. باعتقادكم، ما الهدف الذي يسعى إليه النظام من وراء يعني ترويج مثل هذه الدعوات ومطالبة جهات محسوبة على الثورة بالخروج من درعا؟ ما الهدف من ذلك؟ نعم، هو في الواقع يعني حتى لو خرجوا كل أهالي درعا، طبعا للأسف الشديد يعني أنا أتكلم وأعرف ماذا أتكلم على مستوى وزير دفاع طبعا، وكنت أخدم أنا وياه في المؤسسة العسكرية وأعرفه. تفضل إلى المعلومة. نعم، علي أيوب وزير الدفاع الآن، كنا نخدم في الفرقة الأولى سوية قبل أن ينتقل إلى ويصل إلى مستوى وزير الدفاع. هو حاقد على الشعب السوري، وهو رجل لديه من الحقد الدفين على الشعب السوري كثيرا، وعلى بين قوسين على المسلمين السنة في سوريا بالكامل. عندما ذهب إلى درعا قال لجنة المفاوضات، قال لهم سندخل إلى المسجد العمري في درعا وسنرفع علم عصابات نظام الأسد على مأذنة الجامع العمري، وستكون هذه هدية منا إلى بشار الأسد، وسنقول له بأن من رفضوا انتخابك في مسرحية الانتخابات هم الآن أصبحوا تحت التراب وتحت الحجار، لأننا سندمر درعا تحت أنقاض، سندمر درعا ونجعل أهلها تحت أنقاضها. إلى السؤال الأخير، إلى السؤال الأخير لضيق الوقت لو سمحت، يعني عسكريا باعتقادكم إلى أي مدى يمكن للثوار أن يصمدوا تحت هذا القصف وفي ظل محاولات التطويق المتواصلة التي تعيشها درعا والحصار؟ نعم، يعني في ظل الشروط المهينة التي يريدون أن يفرضون على أهالي درعا، في الواقع الثوار ليس لديهم خيار، الموت أو المذلة. في الواقع لا يريد أحد أن يخرج، قالوا نحن نخرج، إما أن نخرج كل من في درعا بالكامل نسلمكم إياها خالية، أو لن نسمح لأحد أن يهجر، لأن هذه أرضنا وأرض أجدادنا، وأنتم محتلون، جئتم إلينا صهاينة جدد. هذه الميليشيات المرتزقة، الميليشيات الشيعية والجيش الطائفي بقيادة بشار الأسد، هم طبعا جاءوا لقتلنا، ونحن طالما فرضت علينا المعركة سنقاتل حتى آخر رصاصة معنا من أجل الحفاظ على أعراضنا، على بناتنا، على نسائنا، على أمهاتنا. ولن نترك لكم الدخول بشكل سلس، ونحن نعرف أننا بالبندقية والرشاش المتوسط لن نستطيع أن نقف أمام الدبابات، لكن قرارا اتخذناه معتمدين على الله ومعتمدين على إرادتنا وعلى روحنا المعنوية التي تعانق عنان السماء. من إسطنبول الخبير العسكري السوري العميد عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لك.